القزازين، سمي مسجد القزازين نسبة لهذه الحارة، كانت يتاجرون بالزجاج ويصنعون الزجاج. كل هذه المنطقة سمي بهذا الاسم نسبة للتجار الموجودين في هذه الحي. بني هذا المسجد وتأسس طبعا برجال أهل الخير وبقراء القرآن العظيم اللي هو الشيخ محمد رشاد الشريف رحمة الله عليه، قارئ القرآن الكريم، قارئ المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. أسس أول دور قرآن، ثاني مسجد في الخليل الرحمن هو الشيخ محمد رشاد الشريف في هذا المسجد. معظم المنطقة هذه وحارة الشيخ والمناطق هذه الصلاة دائما معظمها وين؟ يا في الأزازين يا في السورنية، كانوا التنين وراء بعض هذول. كان هذا من أكثر من أشهر الأماكن يعني للديانة، الشارع كله يبقى مرة وجوه، وظلوا يرفعوا الإخوان جزاهم الله خير واحد على واحد على واحد، لأنه مكان بطل يسع المصلين. لا حديث ما دخلنا في الانتفاضة الأولى فخفت الرجل، وبعد ما سكرت اليهود علينا المنطقة. هذا المسجد تاريخي، هو من أقدم المساجد وثاني المساجد بعد الحرم الإبراهيمي. الحرم الإبراهيمي كان أول من درس القرآن الكريم ودور القرآن في الحرم الإبراهيمي اللي هو الشيخ حسين أبو سنيني، الشيخ محمد رشاد الشريف، الشيخ منور الجعب دعيس الحسيني، الشيخ منور دعيس الحسيني. هذا الرجل العاجز هو من حفظة القرآن الكريم، درس القرآن وعلى القراءات، وجاء إلى هذا المسجد هو الشيخ حسين أبو سنيني والشيخ محمد رشاد الشريف. اطلعنا على كتب التاريخ بيّن لنا بأن هذا المسجد بني سنة 1904 ميلادي. هذا المسجد أنا قبل 20 سنة 22 كنت صغير، اترمم هذا المسجد. كنت ناقل سمسم للبلاط، اشتغلت أنا الحمد لله زمان وأنا صغير بحب أشتغل وهذا، فكنت حرك، وكانوا عشان كنت نشيط زمان نزلت في البركة هذه تحت الجامع، بركة وفيها غرف على إيد يعني، شفت هذا الجامع هذا الصغير، شو كانوا يقول لي أبي وهدول إنه هون كانوا يصلوا الناس، ودي هون كانت بركة، كانوا زمان يجوا يعني مثلا مسافرين يجوا بخيولهم بحصانتهم بجمالهم يعبوا من البركة ويسقوا المواشل معهم والأغنام. وبقيت الجامع هذاك كان يعني زي مصلى صغير، طلعوا أربع شمعات هوني هو ما قال لي، وقام بالشغل هذا. سمعت واحد من دار أبو هيكل وواحد من دار الهشلمون كان يشتغل مع أبوه، يعني هذا الجامع يعني له قبل 100 سنة، قبل مش يعني 100 سنة، من زمان. قبل ما يبني هذا المسجد كان في بركة، بركة حارة القزازين. هذه البركة تقريبا غمقها 7 متر أو 8 متر، كانوا الزوار والرحالة عندما يجوا على هذا المنطقة أو على هذا الحي الحارة بالمواشي وبالمسافرين الذين معهم يشربون من هذا البئر، معروفة ومشهورة في كتب التاريخ بركة حارة القزازين. كان بجانب المسجد، بجانب البركة، مسجد قديم برضو اسمه مسجد القزازين. هذا المسجد بجانب البركة بالضبط له محراب قديم، كانوا لمن يجي بابه من خلف الصالون من خارج المسجد في 7 درجات للبركة يتوضوا ويطلعوا على المسجد ويصلوا. هيك تحكوا لي آبائنا وأجدادنا واختياريتنا اللي كانوا يجوا يصلوا عندنا في المسجد، كانوا يقولون الله يرحمهم توفوا هم،
كانوا يقولوا لنا انه كنا نجي ننزل الدرجات نتوضى ناخذ ميه ونتوضى ونطلع على المسجد ونصلي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول كرة كانت تنزل على الخليل تتبضع تبيع أغنام تبيع إشي بعد ما تخلص ترد للجامع وكان عندنا ساحة هوني ينزلوا يجيبوا أكلهم يتغدوا ويصلوا الجمعة وصلاة الجمعة كانت دائما في هذا المسجد فما كانش عندنا جوامع برا زي اليوم يصلوا فيها يوم الجمعة ينزلوا جامع الشيخ علي بكر هذا جديد جامع باب الزاوية كان صغير ويصلوش فيه يوم الجمعة بس كبروه جديد وصلاة الجمعة دائما في هذا المسجد اللي هو تراث ومدته طويلة يعني حوالي 100 سنة عمره وعندنا بركة تحتيه كانت للحارة وللي برد الجامع وما شاء الله في قلبه حمامات في قلبه كل شيء منظم بعد ما بني ترعرع وصاروا في صلاة جمعة وجميع الصلوات طبعا المرحلة هذه احنا ما كناش عايشينها احنا جينا في سنة 1999 او 98 توظف في هذا المسجد كنت انا لما اجي اصلي صلاة الفجر كان يجي خلفي صفين صلوا الآن ما في 3-4 يعني رواد هذا المسجد الموجودين كان كل فرض صلاة ظهر صلاة عصر نصلي صلاة الجنائز طبعا ما هو كانوا أول في مسجد في الحرم الإبراهيم الشريف لكن بعد ما منعوا من الاحتلال أغلقوا الجنائز في الحرم انتقلوا كل الجنائز اللي بتجي تصلي على في مسجد القزازين وبعد ما يصلوا صلاة الجنائز عليها يروحوا يذهبوا إلى مدفن المسلمين اللي هو عندنا عند الكارنتينا هذا أقرب مسجد كان لصلاة الجنائز يعني 20 واحد يصلوا فيه اتكبر هذا في عهد يمكن في العشرينات او بعد العشرينات على ما اتذكر يعني واشتغلوا فيه بالعمال واشتغلوا فيه في الشيد والطين والحجر كل هذا شغل يدوي كان في هذاك العهد يعني لا هذا اليوم وهي بتعمر من سنة 2000 تعمروا رمموا وهي كل ما يصير حاجة أولاد الخير برضو بدعموه وربنا داعم الكل
مسجد مشهور وقديم، رحمة الله على مشايخنا وقراءنا الذين عاشوا وتربوا وترعرعوا، ونسأل الله أن نكون مثلهم نحن ورواد هذا المسجد.